السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام الأمانتين أصحاب تم ملك ستو أجوكتين سودواد كسودواد الجنل كينا هانت فيديو جينا وحوا أصحاب تأين اللغة هانك شقينينا وحانو سمينا يا إسكراب إي ماسك عجيب إيه ألاب تان أصحاب تمان تأين لقيب سلاي وحوا ألاب أو سالون هذا مغربين تلاقي استعماله يعني اللغة هاك وحين نقونا يعني مركا استعمال شيد سيدة أدو سالون كإما تعمل نقونا لوگو قروح بدن او سیدی بیبی که عمل ایه او جلع ایه او ناعم ایه او ماشالله کال اسکاریان قناین لوگو هم که لابتن استعمالشید مرکز سود واد اصحاب تا ویدیو کل لایک ده ها لایک تنها هلمام انشالله ویدیو کل لایک بدن نصار شر جرای نگبده اصحاب تین و شر جرای حدی آنو عصب تهای مرکو اوره سان صواب وقت تنه و کسود وینایا جنال سبسکرایب کتابو کمبلل کفرو سی ویدیویش عصب اون سو جلنا سی تاس اکو سود عن انشالله ادی ادر وجود میاد سنتین سود واد مرکو لاله قالیه مركز روحنا وصمينا إسكرابك إسكرابك أنا أصحابته وحواي إسكراب بسيط إيه أدي أضفي عن سفي عن وشقينا أنا أهنتي إسكراب كانت تروح إسكراب أو يعني أو لغة أنكو نقد واي أو أدي أوجه لي مركز إذا كان سوت إيجابي إن شاء الله إسكراب أدي أضفي عن واي أو لغة أدي وقرحنا يو مركز هروح أباهنا أصحابته إن قهوة حقصو شبنا باقول قلب قاد وقهوة إيه وحكى لك صدر سنة عزبة عزبة مركب حواي قاعدة نص كذا عزبة مركب أصحابته حاو استعمالين وحواي ما دام إن لغها عند قنين أو لغها استعمالين وحواي لغها النظيف يكد جلسة بكتير دين كدي لسة مركب عزبة ساسة استعمالين سدوك على السكر نو استعمالين سكر تيجي نروح عنك استعمالين اللي بقى عدو السكر إيه سكر تاني إسكراب كإن لغة درم مهم ويا أصحابتي إن نعم يا كدكتا سكين كسكرتا نظيف نو يا كدكتا ما شاء الله سكرتا ايدنا ان حق اسكراب كا مهمي وتهي وحق لو استعمالينا قرفة شيدن قرفة نو حق استعمالينا نسخة دو ركو حقو لقصنينا سريد سيتون سليد سيتون كمركو أكو قصناينا إن أذي أقياس تدواي يعني سيد أكو قسمه إن سكرابك يعني إن سليد لقى بدينا معها إن لقى يرينا معها وحال ربع الدحات إنه هذا هدي سليد إيه كاجا بدت يعني بي بي ونقنا سفي عن مكوك شقيناي مركو حال ربع إنه في رصيد سقياس أسليد أو شبتت إن وحكى لو قدم بينك درسنا لين دنان وحير أو لين دنان إيه هذا سفي عن سوق قصينا سفي عن سكول حقلينا كدبنا وحواي إن سكراب كانت ديار ونوي هاي وكاس أصحاب تسكراب كساسة في عن إن لقى دكتو يعني جلع نماها إن ككر نماها ما أتكو ما شاء الله مركسان قوي هاي سفي عن وكو شغينا وحافي عن ساعة من إن لو قصتو استعمال كان آدي آدي أفدو دي هاي مركو روح واي لغة إن أسوق لغة لغة أسوق ويسيد كدي من إسكراب كأمر سيد وكل مساجي سفي عن أو مساجي سيد يعني وحاكو مساجيني أدي إن لابد غيق ميلها سيتوت كدي من بي عادي أسكاك دقيسة مركسا عمل إسكراب كأو سمي ستد لغة وحواي ما شاء الله نظيفين قنايان إن دول دولال كانوا وفر مايا مركز ماسك دي ديار ويهين لغها اسكراب كمرك ماش دي او صبحنا إن هادا نحن سمينا يا ماسك دا ماسك دا وحاو استعمالينا صابون مغربي صابون مغربي دا ما شاء الله أصحاب تا جيرك او دان ويجيغا لغها ميل كستالو استعمالا هادا مرك وحا استعمالينا إن صابون مغربي دا لبقا دا او صابون مغربي إيه وحاكو صدر سنينا أكسجين أما وحنا صدر سنة بيها أو كلر ك وحير أو حنا قصنا بيها كلر كإيه بيها كلر ك ما شاء الله وحواي سفي يعني وشقيان مركي ماسكات كلو قدر صدق سكين ك وحواي سفي يعني ودخان إن تفتح نواسيا مدى بكيف رايان ما شاء الله لقاه وحين قناعي مركي ساعة من الله قدر صدق عداني كدي جاي لقاه النظيف قروح بدن أو ناعم وكدي جاي كمرك روح أسكو در سنة صابون مخرب ذا إيو أكسجين ت سفي عنا سوق قصينا مركز سفي عنا وقسمان كده ما حق صدر سنينا الله بده هكلا وحق استعمالنا قمير أما ليبتو أما يست أما فحصة نول بسوق يقانو هل قادوينك استعمالنا مركز أو خمير كإيه
qaadada hadda isticmaalayna anaka waxa way qaada weyn ma dhamo. Marka hore hal qaada ku darnay waxyara gadaal ugu darnay marka calshan waxa waaye in qaadadu waa yartay qaada weyn ma aha marka idinka marka ku darsanaysiin hal qaada weyn u isticmaal qaadada cuntada ah. Waxa kale kusoo darsanaynaa biyaha ubaxa markaan u isticmaalayna aan ku qasanayna laakiin haddii biyaha ubaxa markaas ay idiin oolin biyaha caadigana waa ku qasan kartiin. waxaa kale kusoo darsanaynaa hal qaado oo waraange ah ama nasha ama conflor hal qaado weyn oo waraange ah haddana si fiicana u qasaynaa si fiicana isku dhex gelinaynaa. waxaa kale kusoo dareynaa liin dhanaan wax yar oo liin dhanaan ah waxaa kale u baahan aan ku darsanaynaa dam ghazaal ama cakar faasi waxawaaye asxaabta in bowderkan waaye waxaa loo isticmaalaa qurxinta markii maaskada lugaha loo isticmaalana waxaa lugaha way qurxinaysaa siiba cirbaha waxay ka dhigaysaa binkiya ka dhigaysaa yacni loon qurux badan ay ku siinaysaa markii oo saan camal loo sameysta maasha allah lugaha waxay noqonaya lugo qurux badan oo waxay noqonayaan naacim ah oo cadcad oo kaal iska arag ah cirbahan waxay noqonayaan binki ay noqonayaan maasha allah tabaarakallah qurux lugaha kaal iska arag ay noqonayaan. haddana waxaan sameynaynaa si fiican isugu qasaynaa si aan u helno maaska qurux badan oo naacim ah. waa taasa ugu dambeystay asxaabta maaskadii saasay noogu soo baxday maasha allah sidaas qurux badan ay noogu soo baxday. isticmaalkeedana waxa waaye asxaabta maaskada markii hore waxaa soo samaysanay scrabaan kusoo nadiifinay lugaha oo did skinka uga soo qaadnay iyo wasaqda scrabka kadibna waxa waaye lugaha waxay diyaar u yihiin maaskada yacni lugaha marka scrab loo soo sameeyo oo kadib maaskada la maryana maasha allah maaskadaas si fiicanay u shaqeynaysaa. marka waxaa la sameynayaa marka hore maaskada si fiican loo marinaya si fiican maaskada markii loo mariyo kadibaa markaas dad waxaa la gashanayaa baca ku duubaysaa lugaha ama baca ku xiraysaa u gashanaysaa marka maaskada waxaa lagu haynaya nus saac ilaa hal saac hal saac ka bacdina waxa waaye biyo caadi iskaga dhaqaysaa si fiican aa la rabaa biyaha inaa ugu dhaqdid si fiican biyaha markaa ugu dhaqdidna waxa waaye waxaa la isticmaalaya kareemaad kadibna waxa waaye asxaabta laazim waxaa ah in la isticmaalo kareemaad kareemaadka murotibka ah oo lugaha loogu talagalay sida vaseliinta oo kale vaseliin maasha allah weliba vaseliinta oo dacaarta leh waxa waaye skinka waa qoyneysaa maasha allah lugaha way ratibaysaa way qoyneysaa aad iyo aad u fiican tahay. glisriinka kareemka glisriinkana maasha allah anaka dhammaantiin waa wada naqaanaa kareem aad iyo aad u fiican waayo oo taftiix leh oo midab ka furaayo yacni kareemaadka markaas adig ku yaala u isticmaalaysaa insha allah. kadibna waxaa si fiican in iskaalsa la isticmaalo iskaalsa la gashto alaabtaa marka asxaabta maaskada iyo iskraabkaba waxawaaye haddii isbuuci laba jeer la isticmaalo ama hal mar le la isticmaalo maasha allah waa yaabaysan lugihiin si isku bedelaan quruxdooda yacni lugaha waxay noqonayaan lugo qurux badan oo jileec naacim ah oo cadcad oo kaal iska aragay yani sidii babyga camalay noqonayaan lugahaaga maasha allah. marka waxaa idin leeyahay asxaabta soo baroobeeya soo tijaabiya insha allah waxaa ku aragtiin commentiga nagu soo qora aad iyo aadaan u mahadsantihiin aad iyo aadaan kaga mahadcelinaya daawashadiina quruxda badan iyo la socodkiina sidoo kale commentyaashiina quruxda badan oo ducada iyo ammaanta leh oo daa'imina ay soo qortiin aad iyo aadaan kaga mahadcelinaya jazaakum allahu alif khayr. إن شاء الله وحنو بلن أي فيديو قدام بي وحن إذنك تقايا خير بدن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.